امال حضرتك ايه كله الحمد تمام؟ لله كان الحمد لله ملهاش حل يا استاذ محسن، لازم نبتدي بالتفصيله طبعا. الاخيره اللي نهاوند وقفت عندها دي، لان فعلا اللي حصل ده امر مؤسف على كل المستويات وعلى كل الاصعده. كيف رايت هذا الموقف وكيف رايت ردود الافعال تجاه هذا الموقف؟ والله الحديث طبعا عن مباراه الاهلي والهلال السوداني لها شقين. الشق الاولاني الفني، الاهلي طبعا لا يستحق الفوز، ونتكلم بكل امانه ما قدمش العرض المتوقع منه، ده بالمناسبه متوقع بسبب عمليه الارهاق اللي حصلت له في الفتره الاخيره بسبب مشاركته طبعا في كاس العالم للانديه. الموضوع مش ان هو قابل اربع مدارس مختلفه باربع فرق قويه طبعا ابرزها ريال مدريد وفلامينجو، لكن عمليات التنقل من تطوان لطنجه ومن طنجه للرباط ومن الرباط لطنجه تاني وبعدين العوده للقاهره والراحه وبعدين السفر، كل الامور دي اكيد طبعا الارهاق ده هو اللي اثر فنيا على النادي الاهلي. ده فنيا ونقدر نتقبل ده، عادي كره القدم فيها. كنت نزلت في الماتش ده باللعيبه اللي ما لعبتش خالص طول الفتره اللي قبلها، كان ممكن يعملوا شغل عن اللي احنا في النهايه دول جهاز فني ما حدش يقدر يلومه فيها، ما حدش يقدر يعني ما اقدرش انا اقول رايي فيها طالما في جهاز فني هو شايف الامور دي. نيجي بقى للشق اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو القصه بتاعت الاحداث. الاحداث خلينا اقول لك بكل امانه برضو متوقعه ومتوقع الأسوأ، لان احنا النادي الاهلي لما في سنه 2020 أيوة. تواجه برضو مع النادي الهلال في نفس البطوله حصلت وترفعنا عن رد الفعل وقلنا يمكن ده يبقى حاجه كده بالشياكه بنقول لك خلي بالك لان احنا يعني ايه ناس راقيه فمش عايزين ناخد حاجه فصلح اخطائك، ولكن واضح ان هو ما كانش فيه تصليح اخطاء. انا اسف جدا، مش كل الصح يتعامل مع كل الناس. انا بتفق معاك مليون في الميه، ماشي، بدليل ان في ناس يتمر فيها وفي ناس ما يتمرش فيها، والكلام طبعا على مسؤوليتي عشان ما يبقاش لا على فكره الأهلي. انا بضم صوتي لان انت النهارده ترفعت مجلس اداره النادي الاهلي، لان احيانا الترفع بيكون الناس بتفهمه انه ضعف. لا انا مش ضعيف، انا ساكت لان انا كبير، لان انا مش محافظ على روابط الدم وادي النيل الوحده العربيه او الوطن العربي، لكن للاسف ما تمرش فيهم. اتكرر السنه اللي فاتت لما وقعنا برضو مع نفس المجموعه في نفس المجموعه، بس لان المباراه خلصت 0-0 فكانت الامور هاديه شويه، يعني ما كانش فيه تجاوزات، لكن المره دي زادت اكتر. وكل ما يجي اي مباراه للاهلي في السودان وتحديدا الهلال برضو يبقى فيه مشاكل ملهاش اي مبرر. يعني عايز اعرف، ما هو الكاف اكيد عنده يعني خلاص معلومه ان ده قد يحدث، عنده فكره ان ممكن يبقى في تجاوزات من الجانب السوداني بما ان هو تم تكراره قبل كده، كان عنده فكره ان في تجاوزات من فكره الجماهير كمان. صحيح. طب كل ده بقى هل كان النادي الاهلي منتظرينه ان هو يعمل يعني بيان معين، ولا كان المفروض الكاف اصلا يشوف اصلا ده المفروض الكاس كان يعمل ده لوحده؟ الكاف كان اصلا مندوب من الكاف وقت التمرين، موجود طبعا التمرين الوحيد اللي لعبوه لعيبه النادي الاهلي. ايوه موجود، وحضر وشاف الجماهير اللي حضرت التجاوزات ده، بس انت ما كتبتش الشكوى وشاف المقذوفات وكتب في تقرير. طب بناء على كل ده بقى ايه اللي هيحصل؟ ما هو مفترض النادي الاهلي خلاص اخيرا الحمد لله على السلامه ان هو عمل القرار ده، حاجه ابسط حاجه انه ارضى جمهوره كمان، لان جماهير النادي الاهلي كانت ساخطه جدا على اللي حصل. النهارده الاهلي اتقدم طبعا امبارح بالشكوى، مفترض الكاف طبعا هيبص فيها بيحلها للجنه المختصه. يعني اعتقد ان هو الكاف كان عنده وكان واخد عقوبه قبل كده ضد الهلال السوداني بايقاف بلعب مباراه بدون جمهور، بس بايقاف العقوبه يعني، لان في حاله تكررها مره اخرى بتتنفذ العقوبه. اعتقد هتتنفذ مع ايقاف التنفيذ، هتتنفذ العقوبه طبعا. هو الموضوع بالنسبه لي انا ما يهمنيش اصلا عقوبه الهلال، ولا مش في دماغنا الكلام ده كله، بس انا يهمني ان هو لازم يعرف ان لازم ليك حدود، عشان هو كده الموضوع بصراحه تخطى الحدود دي. مش ماتش كره قدم ابدا، اللي تشوف حتى الحمله مسؤولي النادي الهلال السوداني تصريحات غريبه جدا بتقلل من ناديهم، المفروض ده نادي كبير في السودان، احنا بنهدي الفوز للنادي المنافس الزمالك وبنهدي، يعني تصريحات إيه غريبه جدا. إيه ده؟ لا تدني تدني إيه تدني في الاسلوب، لا في الغريب قوي يعني دي حاجه ما شفناهاش قبل كده.